السلام عليكم، رجعنا محاضرة جديدة من محاضرات Pharmacocalculations حسابات صيدلانية. اليوم راح نشرح case in point 15.2 وحنشرح 15.3. أني الدكتور قال عفوا عليكم، تعتبر مثل الواجب من المحاضرة الثالثة، راح نحلها سهلة ما بيها شي إن شاء الله على السريع نشرحها. يقول لك أكو صيدلاني استلم بريسكريبشن وصفة طبية. هاي الوصفة الطبية تحوي على كنديمايسين فوسفيت 15%، تحوي على كحول تركيزه 52% بنسبة 120 ملتر. هذا راح يعني معناته انه كل السطل او الاناء اللي دا اشتغل به يحوي على 120 ملتر. هاي كيو اس اند اي دي، يعني ال sufficient quantity up to sufficient quantity up to 120 مللتر. هي تركيز كليندمايسين فوسفيت 1.5%. يقول لك signature هاي apply for acne، مال يقول لك حط الوجه حب الشباب الاكني. يقول لك the pharmacist has no clindamycin phosphate powder، ما عندك clindamycin phosphate powder بس عندك clindamycin phosphate is يعني عنده يا ذائب 150 ملي جرام او 1 ملي لتر بالفيالات. From the label تمام the pharmacist learns that the solution is aqueous. من الفيالة يقدر يقرأ من الليبل موجود على الفيالة انه السولوشن هذا هو aqueous، يعني ماي. How many ملي، اول مطلب how many milliliters of the clindamycin phosphate sterile solution should the pharmacist use in filling the prescription. شقد عدد مللترات الكليندمايسين فوسفيت المستخدمة حتى أوفي الوصفة. أول شيء لازم أعرف شقد هي كمية الأكتيف إنجريدينت. أكتيف إنجريدينت اللي هو المتمثل بالكليندمايسين فوسفيت. أقول له أنه أنا عندي نسبة 51%، عندي نسبة 15% تمام من اللي كنده ماسين فوسفيت. نجي نستخدم قانون النسبة المئوية حتى أعرف الجزء، يعني الكل عندي الكل هو 120، فأنا أضمن إذا أعرف الجزء في 100% تمام. تجي طرفين وسطين صعد هاي لهنا تحت تضربه بهاي لو بتقسم على 100 راح يطلع لك الناتج 1.8 طبعا جرام. حلو، هذا يقول لك انه اكس يساوي لك 1.8 جرام. اني لازم احول اللي الملي جرام. ليش لازم احول الملي جرام؟ اللي هنا عندنا بالملي جرام، لاحظ لي التسم ركز لي هنا، لاحظ لي هنا ان هنا عندنا بالملي جرام. اضربها في ألف يطلع لك 1800 ملي جرام. حلو، 1800 ملي جرام. تقول له يابا اني تمام اني عندي 150 ملي جرام من الكليندمايسين، وين بواحد ملي لتر، فشكت عدد المليترات موجود ب 1800 ملي جرام تمام. هاي طرفين وسطين اكس حيساوي لك 12 مليليتر. حلو، هنا انت حليت اول مطلب من السؤال. المطلب الثاني بي يقول لك how many milliliters of the 95% volume of alcohol are required. لاحظ هنا الكحول صار 95، هو اصلا كان 52 صح لو لا؟ حلو، فهنا زاد التركيز. احنا شو كثير يزيد او يقل عندنا التركيز خلال عملية التخفيف اللي يتم من خلالها اضافة اما للاكتف انجريدينت اما شنو للمذيب، يعني اما للمذاب او للمذيب. حلو،
فتجي انت تطبق كيو سي، ما تحس عرفت تخفيف حط كيو سي. حلو، 1 1 2 2. حلو، تجي احنا الاول عندنا الكمية الاولى عندنا 120 مليلتر، وين موجودة؟ كانت موجودة بال52%، صح ولا لا؟ تساوي لنا الكمية الثانية، انا ما اعرفها بس انا اعرف انها هي 95%. تمام، كيو 2 تساوي 65 بوينت ماينس 60 مليلتر. حلو، هاي هي كمية الكيو 2. يعني اني راح احتاج 65.60 مليلتر من الكحول حتى يوصل التركيز 95%. حلو، وراح يقول لك how many milliliters of water should be added to make 120 مليلتر. تمام، هاي مالتها بالمصدر نجاوبها جواب شرحي. تمام، اختصار الجواب الشرحي يقول لك ان كل اضافة للactive ingredient، active ingredient يسبقه إضافة للمذيب أو الديلوينت. تمام، ديلوينت باختصار هي هاي الفكرة. هو يقول لك هم المليلتر، قال عدد مليلترات الماي لازم أضيفها حتى يصير 120 مليلتر، هو أصلا 120 مليلتر. يعني أني يعني أنا من خلال كل إضافة للأكتيف إنجريدينت راح أضيف المذيب، إذا راح يبقى على هالشكل. هو حلو، موجود الإجابة بالمصدر نصا اللي يريد يقراها، بس أنا ما أتوقع يجيك هذا بالامتحان. ليش؟ إنه هو الامتحان حيكون ام سي كيو بالنهاية، فلذلك ما أتوقع تجيك هيج مطلب بالام سي كيو الا اذا كان مفهوم، وانت المفهوم تعرفه اللي هو كل اضافه للاكتيف انجريدينت يتبعها اضافه للديلوينت او المذيب. السؤال اللي بعده، a pharmacist received the following prescription. تمام، عندك بيها حصل على وصفه طبيه بيها هيدروكورتيزون بتركيز 0.6، وبيها اكوافور اللي هو مثل فازلين مثل الماده البيس. حلو، يعني بيس مالتها السفشنت كوانتيتي اب تو 15 جرام، يعني هذا كل ما طول السفشنت كوانتيتي اب تو معناته انه هي الكل. يقول لك ذا فارماسيست هاز نو هيدروكورتيزون باودر، ما عندها هيدروكورتيزون باودر بس داز هاف هيدروكورتيزون كريم، بس عندها كريم ايش قد 6.1%. تمام، How many grams of each hydrocortisone cream and aquaphor should be used in filling the prescription؟ ايش قد عدد جرامات الهيدروكورتيزون والاكوافور حتى استخدمه حتى اكمل الوصفة؟ اول شيء انت هو يريد من عندك هو منطيك نسبة وكل، اكيد يريد اطلع جزء. هذا الجزء ايش حيمثل لنا؟ هذا الجزء حيمثل لنا الهيدروكورتيزون كريم. حلو، عفوا هيدروكورتيزون باودر اللي احتاجه. حلو، يعني اني عندي المطلوب عندي 0.6%. تمام، 0.6%، والجزء ما تمام ما معلوم، المعلوم عندي 15 جرام اللي هو الكل في 100%. حلو، ضرب هذا قسم على 100 حيطلع لك الإجابة هي 0.09 جرام. هذا هيدروكورتيزون، هذا باودر، يعني هذا المطلوب من عندي أني حتى أسوي هيدروكورتيزون تركيز 0.6 و15 جرام راح أحتاج 0.09 جرام لهيدروكورتيزون. حلو، تيجي تقول لي او تيجي تقرا كم السؤال، but does have hard cortisone cream، بس انت هذا بس عندي انا بالصيدلية hard cortisone cream بتركيز 1%. تمام، انا عندي hard cortisone بتركيز 1%، هاي 1% جاية منين؟ مو جاية من 100%. تمام، اذا انا عندي 1 جرام
موجودة ب 100 جرام. حلو، لأن عندي بس هذا الكورتيزون، متى استعمل مادة الأخوية ف100% من هذا الكورتيزون. إذا 100 جرام من هذا الكورتيزون، إذا الواحد 1 جرام من هذا الكورتيزون، هذا الكورتيزون، هذا طبعا الكريم، هذا موجودة ب 100 جرام من المذيب. تمام، 1 جرام من هذا الكورتيزون موجود ب 100 جرام من المذيب. حلو، فأني إيش قد أحتاج؟ فأني إذا عندي هذا الكورتيزون، إذا أنا أريد هذا الكورتيزون باودر 0.09 جرام، إيش قد أحتاج من المذيب؟ تمام، طرفين وسطين، تخيله كسر يعني، هاي تخيله كسر يساوي قد إيش قد طرفين وسطين إكس حيساوي لنا 9 جرام. هاي 9 جرام مال هيدروكورتيزون كريم. حلو، معناته انا راح احتاج من هذاك، راح احتاج 9 جرام من هذا الكورتيزون كريم حتى اسوي او 9 من هذا الكورتيزون باودر. هنا طلعت هذا الكورتيزون كريم، هنا خلص السؤال، مطلب الهيدروكورتيزون. اذا تكمل السؤال يعني يقول لك هاو ماني جرام اسوي هيدروكورتيزون كريم، طلعته انت. يريد الاكوا فور، هو السؤال دقته كلها على المذيب، يعني هذا الكورتيزون كريم هاي هيجي حتى بس تكمل حل. المطلوب الحقيقي من عندي هو الاكوا فور، المطلوب من عندي هو المذيب. فانت اذا طلعت هذا الكورتيزون هو 9، تمام؟ اي الكل هذا الجزء طبعا يمثل، ليش انا طلعته من جزء اصلا؟ تمام، هذا ثلاث جزء زين، الكل شنو هو؟ احنا نعرفه 15، ف15 ناقص 9 هذا الكل، يعني هذا، يعني هذا اللي هنا من تشوف انت كيو اس واد، هاي ال 15 جرام راح تحويلي على شغلتين، تحويلي على الكريم اللي هو البيس اللي هو بدون اي اضافه لخ، بدون اي ماده اخرى، وتحوي على هذا الكورتيزون. او تمام، اذا 15 هاي مثل الكل، ف 15 ناقص 15 هاي الكل تحوي على هذا الكورتيزون، وتحوي على تحوي على البيس كريم مالتنا او الاكوا فور 15 جرام ناقص 9 اللي هو تمثل هذا الكورتيزون، الباقي لنا اكيد حيمثلنا بس شو اسمه، مثل بس الاكوا فور، تمام، اللي هو حيمثلنا 9 جرام نيم اوف اكوا فور. تمام، هاي هذا هو السؤال، وهاي هي الاسئله بشكل عام. هنا خلصت محاضرتنا، محاضرة سريعة كلش بسيطة إن شاء الله عليكم. شكرا على المشاهدة، يا رب التوفيق لكم بالمت إن شاء الله، الدرجات الزينة، وشكرا، مع السلامة.